نعم نعم، تحية مسائية طيبة لكم المشاهدين الكرام. نحن الآن متواجدين أمام مبنى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة أجدابية، وبالأمس تم الكشف عن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا، حالتها إيجابية في مدينة أجدابية من قبل اللجنة المختصة. ومعنا الآن الدكتور مصطفى شعيب، عضو لجنة مكافحة كورونا في مدينة أجدابية. دكتور مصطفى، لو حدثنا عن مزيد من المعلومات بخصوص هذه الحالة، خاصة بعد تضارب الأنباء في مدينة أجدابية بدخول إحدى الحالات إلى الحجر الصحي، وأيضا وجود حالة سالبة، هل هذه المعلومة صحيحة؟ في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. طبعا قدر الله ما شاء فعل أن مدينة أجدابية سجلت أمس 4 حالات، وحالات إيجابية قادمة من خارج مدينة أجدابية. للأسف تم أخذ العينات وتحديد النتيجة وهي إلى الآن موجبة. يعني قبل ممكن ندخل معكم مع الهواء، كان حتى في اتصال بيننا وبين بنغازي، حيث توجد 4 حالات داخل مستشفى الهواري في قسم العزل في مستشفى الهواري. الآن وأنا نحكي معك هنا الحالات موجودات غادي 4 حالات، ونسأل الله أنهن الشفاء العاجل. نحن المطلوب صراحة من المواطنين عدم يعني تصديق الإشاعة، تحاولنا تأخذ مصدر المعلومة من المصادر الموثوقة. المصادر اللي تأخذ منها الأخبار المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا، برضو المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابية في صفحة على الفيسبوك عندهم، برضو اللجنة الطبية الاستشارية أجدابية عندنا صفحة على الفيسبوك حتى هي موجودة، أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في مدينة أجدابية. الكل صراحة يخدم. نحن صراحة نحن نبو الناس تكون متجاوبة والناس تكون قد يعني المسؤولية، لا داعي للخوف والذعر، وفي نفس الوقت لا داعي للتساهل أو مثلا الاستهتار أو مثلا الإنكار. يعني الإنكار ما يفيد شيء. يعني نحن لاحظنا سلبية صراحة من بعض المواطنين سمحهم الله، في اللي حتى موش مصدق إلى الآن أنه يوجد فيروس كورونا. ونحن صراحة نحن نعولوا على الإعلام أيا كانت وسيلة الإعلام، نشدوا على أيديكم، حاولوا أن نحن نوصلوا المعلومة الطبية الصحيحة وبرضو التوعية، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، ونسأل الله الشفاء العاجل للحالات. ونحن في انتظار عينة اللي هم 39 اللي هم مخالطين للحالات الموجبة، ويعني ممكن إن شاء الله بعد ساعات حتطلع النتيجة. فنسأل الله الشفاء العاجل، وإن شاء الله ربي يحفظ البلاد والعباد من هذه الأمراض يا رب. دكتور مصطفى، في معلومة أن في حالة سالبة ظهرت اليوم بعد أخذ العينة، هل هذه المعلومة صحيحة؟ أنا تو قبل ما ندخل معكم على الهواء إلى الآن كان في اتصال مع المختبر في مدينة بنغازي، وأكد أن هي الحالة موجبة، نفس الحالة اللي تأخذ منها. هذا طبعا بناء على المختبر في مدينة بنغازي، فنضمن ان شاء الله جوهنا. طبعا الحالات كل الحالات مستقره، يعني ما يشكنش من اعراض وكذا، وهذا يدل على ان ان شاء الله حتكون فرصه الاستجابه للعلاج سريعه جدا. والخوف كله صراحه من الاشخاص اللي هم مثلا عندهم بعض الامراض المزمنه، او بعض الاشخاص اللي هم يعانوا من امراض الصدر، او مثلا من نقص المناعه. لكن الاشخاص اللي هم اصحاء ومثلا وما يشكوش مثلا من امراض مزمنه، وأيضا حتى اللي هم صغار السن، ما فيش عليهم أي خوف إن شاء الله. وهنا زي ما أكدت لك أن الحالات إلى الآن حالات خارج مستقرة، المدينة جميع الحالات. خارج المدينة، وللأسف أنها دخل المدينة، لكن الحمد لله تم حصرهم، ويعني تم تطويق المنطقة وأخذ العينات من المخالطين. لكن احنا صراحة يعني نطلب من الناس أنهم يكونوا قد المسؤولية، ويحاولوا أنهم ما يكونش فيه استهتار ويكونش فيه الاستسهال اللي هو نحن نشوفه فيه لحظه فيه حاليا في المدينة. سؤال أخير، هل تم التعرف على حالة صفرية؟ والله طبعا الحالة الصفرية طبعا تم تأكيدها، وهي طبعا متواجدة داخل مستشفى الهواري إلى الآن. نحن إن شاء الله يعني نتمنى أن الحالات يكون سالبة كلا، اللي 39 مخالطة، وإذا كانت 39 الحالة لأنها كانت مخالطة كان نتيجة مثلا سالبة، نحن نكون بإذن الله سيطرنا على المرض وحصرناه. ويعني حتى المخالطين أظن يدخلوا حجر صحي حتى لو كانت النتائج سالبة، ويتعود لهم التحليل الأخرى بعد 48 ساعة. فنحن إن شاء الله فريق
الفريق الطبي راه يقوم بعمالة، يعني نحن كلجنة طبية استشارية مهمتنا تقديم المشورة الطبية، لكن راه في جنود على الأرض اللي هم الجنود المجهولين صراحة اللي هم فريق الطبي نحييهم، يقدموا في يعني خدمات يعني جبارة من الأمس، من الليل أمس وإلى الآن مازال متواصل العمل. أنا تو نحكي معك أنا حاليا وفي حال ماشي الفريق يأخذ في عينات من الحالات اللي لنا الاشتباه في المناطق حول مدينة جدابية. مشكور دكتور، مشكور على التوضيح. عفوا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إذن هذا هو الحال في مدينة جدابية، حتى الآن 4 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا، ولازالت فرق الرصد مستمرة. وكان معنا الآن عضو اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور مصطفى الشيخي. هذا هو الوضع الشامل في مدينة جدابية بخصوص فيروس كورونا اليوم. نعم نعم.